إذن مشاهدي محمد يابريس، السلام عليكم في هذا البث المباشر اللي كنقول لكم مباشرة من طريق زناتة بين المحمدية وميناء الدار البيضاء، بحيث أنه هذا السهريج العملاقة اللي تحركت وبخذت الانطلاقه ديالها من حي انسي من مدينه الدار البيضاء، بالضبط من البرنوسي. الان هي في الاتجاه ميناء مدينه الدار البيضاء، وبالتالي الذهاب الى المملكه العربيه السعوديه الشقيقه. اذا كما كتشوفوا بالصوره، سهريج عملاقة واكبنا العملية ديالها تقريبا منذ هذا الصباح من خلال الأربع مباشرات. كنحيوا رجال الأمن والدرك الملكي على المجهودات الجبارة ديالهم من أجل تأمين هاد السهريج الكبرى. إذا فرجة شيقة غادي نشوفوها إن شاء الله هاد المباشر في الطريق إلى ميناء الدار البيضاء. أكدوا لنا الجودة ديال الصوت والصورة باش لما كانش نقوموا بتحسين ديالهم من خلال الطاقم المراقبة. إذا ثلاثة ديال السهاريج كبرى فخر للصناعة المغربية هم في الطريق إلى المملكة العربية السعودية، وكما قلنا في المباشر الأول والثاني والثالث، يعني الاختيار ديال المملكة العربية السعودية للشركات المغربية، وبالضبط هذه الشركة اللي قامت بهذا التصنيع دليل على الثقة ديالها في الصناعة المغربية ويد الصانع المغربي، الصناعة العصرية بطبيعة الحال، الصناعة المتطورة. في طريق زناتة احنا الآن، في طريق زناتة فتنا المدينة الجديدة زناتة. صراحة نفتخر بهذه الصناعات. إذن بطبيعة الحال تم اختيار توقيت مهم وهو يوم الأحد منذ الساعات الأولى من صباح يوم الأحد، وإلى الآن كان الوقت مناسب جدا من أجل نقل هاد لي باج إلى ميناء الدار البيضاء. إذا نفتخر بهذه الصناعات كما قلت، ونبقى دائما نكررها، الثقة اللي كيعملوها الشركات الأجنبية، الشركات العربية وشركات إفريقية. كما كتعرفوا الصناعة المغربية توغلات بواحد الشكل كبير في خاصة في الدول الإفريقية، وهذا اللي جر على المغرب خاصة من دولة شقيقة اللي هي الجزائر يعني وابل من الانتقادات بطريقة أو أخرى. ما عرفناش واحد السيد كان غادي بواحد السرعة جنونية كما كتشوفوا. واش كيشوفوا سهاريج كبيرة وغاديين بهذيك السرعة؟ الناس هادو ما عرفتش أنا كيفاش كيفكروا وغادي يتابعوا واحد. علي من هنا ما خاص حتى شي واحد يدوز. نعم. عرفتي كل ما وقفوش راه كان غادي يدخل وسطها. وهاد الناس هادو
العقليه كيفاش دايره ما فهمتش. كنتمنوا دائما الواحد يميز شويه ويكون عنده ميزان الحراره يعرف يشوف حاجه راه باينه يشوف حاجه كبيره راه خاصو ياخذ الاحتياط وغادي بواحد السرعه غادي ب 60 كيلومتر وما عرفتش شنو هويا ما شاء الله خلاص ما شاء الله خلاص. اذا بقاو معنا في هذا البث المباشر اللي كنقول لكم مباشره من الطريق ديال زناتة. اذا حنا تجاوزنا المدينه الجديده زناتة، الطريق الساحليه هي اللي كنمروا منها. كنتمنوا السائقين اللي غادي لكازا انهم يتفاداو يمشيو من الطريق الساحليه. كاين الطريق ديال عين حروده، الطريق الوطنيه، وكاين طريق السيار، يمشيو بامان. خاصه ان هذا الطريق هذه تصلحات وتقادات ومازال باقي فيها بعض الاماكن اللي خصهم يتصلحوا بالنسبه لعمليه التزفيت. بطبيعه الحال هاد الشاحنات العملاقه كيمشيو بواحد بسرعه بطيئه جدا جدا، وهذا شيء طبيعي وشيء منطقي وشيء ضروري ومن المفروض. في الجروب الديول اذا صناعة مغربية لايف اليوم تحت شعار صنع في المغرب وفي الطريق الى المملكة العربية السعودية. وما ادراك ما العربية السعودية، يعني اللي بجوارها عدد كبير من الدول مثل تركيا، مثل ايران، مثل اليابان، كوريا الجنوبية الشمالية، ولكن العربية السعودية اختارت دولة ولو انها بعيدة تقريبا بالطائرة الخمسة ديال السويع، اما بالباخرة ما عرفناش الوقت اللي غادي نوصلوا هادو. انا نقدر نقول لكم ربما غادي نوصلوا في 20 يوم عبر الباخرة او اكثر، صحوا لي الى اخطأت لهذا. يعني اختارت رغم ذلك دولة بعيدة، ولكن هذا علاش كيرجع للجودة والثقة ديالهم بالصناعة المغربية. الصناعة المغربية ولات المغرب ولا كيصنع السيارات بطبيعة الحال، ايضا اجزاء مهمة جدا من الطائرات. هناك عدة شركات ديال الكابلات، شركات ديال الاجزاء ديال الطائرات، هنا بالدار البيضاء، كاينين في الرباط، كاين في القنيطرة، كاين في طنجة. هاد الشيء اللي ما كاينش في دول شقيقه بحال الجزائر، وهي اللي كتخليها دير هاد المناورات هادي واللعبه مكشوفه ديالها. ولكن حنا ما كنهتموش بهذاك الشيء، ما كنبقاوش عاطينها غير الهضره معاهم، ولكن كنردوا عليهم بعمل. هاد الشيء هو اللي خاصو يكون، هو اللي خاصو يكون مفروض. حنا بطبيعه الحال ما عندنا حتى شي عداوه مع الشعب الجزائري، ولكن كنحبوا الشعب الجزائري، ولكن القياده خاصها شويه فورماطا نقولها بالدارجه. احنا بغينا الحدود تفتح ونكونوا شركات يعني مشتركة بيناتنا، ويحيا المغرب العربي وتحيا يعني. ولكن هاد الناس هادو ما بغاوش، ما عندنا ما نديرو. احنا راه غاديين عندنا جوج بحورة، عندنا الوديان، عندنا الجبال، عندنا الغابات، عندنا البحار، عندنا المناجم، عندنا الفوسفات، عندنا الصناعة، والدليل كما كتشوفوا والحمد لله الامور غدا وكتحسن. هناك كنشوفوا عدد كبير من الاحياء الصناعيه اللي غدا كتنشا. الا جينا نشوفوا غير هنا احنا في هذه المنطقه اللي كنتواجدوا فيها، منطقه المدينه الجديده زناتة، قدامها حي صناعي كبير وغادي نديروا لكم ريبورتاج عليه وغادي تشوفوه وتشوفوا يعني معامل كثيره اللي غدا تشغل ايادي عامله كثيره. يعني احنا غاديين بحكمه وبعقلانية.
بغينا نزيدوا شويه للقدام، ولكن الا زدنا القدام راه ما غاديش يبانوا لكم هاد الشاحنات هادو، ولكن اكتفينا اننا يعني نبقاو في الخلف. لحسن الحظ ان هاد الشارع هذا تصوب، اللي هو شارع كيتسمى شارع زناته، اللي كيفصل بين المحمديه والدار البيضاء على مستوى الطريق الساحلية. الشارع كبير، ماشي بحال الشارع اللي ديال عين حرودة اللي تقريبا استغرق الوقت تقريبا شي 6 ولا 7 ديال السوايع، وكانوا بزاف ديال الأسلاك الكهربائية اللي عرقلوا يعني السير ديالو. الحمد لله ما كاينش أسلاك من الفوق، والأمور غادة مزيانة والحمد لله. هناك احترافية من شركة ديال لوجيستيك اللي كتقوم بالنقل هاد الحاويات الكبيرة، هاد لي باك، هاد السهاريج. عدد كبير من المواطنين كنشوفوهم كيهزوا الهواتف ديالهم وكيبداو يصوروا في هاد لي باك. كنتمنوا ياخذوا الحيطة والحذر اثناء العملية ديال التصوير ديالهم باش ما يقتربوش من شي سيارة يوقع شي أذى. إذا بقاو معنا في هذا البث المباشر، والمشاهدين اللي انضموا لنا الأول مرة في المشاهدة في صفحة ام بي لايف أولا في الصفحة الأخرى ديالنا اللي هي ام بي اون ديريكت، أنهم يديروا جيم للصفحة ويفعلوا الجرس ديال الاشتراك باش دائما يوصلهم الجديد في كل ما نقدمه من أخبار مباشرة خاصة وحصرية أيضا في الثقافة، في الرياضة، في السياسة، في الشؤون التعليمية، أيضا في كل شيء كنقوم به في الصفحة هذه، في التواصل مع المواطنين، في عرض شكايات المواطنين، في برامج تفاعلية من الاستوديو، أيضا في النشرات الإخبارية والأخبار العاجلة تجدونها في هذه الصفحة، صفحة MP Live اللي هي منكم وإليكم، وكنعتبروها صفحة العائلة المغربية والعربية والجالية أيضا. وبهذه المناسبة كنحييو الجالية المغربية بخارج أرض الوطن. إذن الصناعة المغربية كما كتشوفوا هذا نموذج من الصناعة العملاقة، يعني ما نقلوش من الأهمية ديال هاد لي باك الكبار اللي غادي للمملكة العربية السعودية. راه هذا عمل جبار وكنفتخروا به، والدولة كتشجع هاد الصناعات هذه. وبالمناسبة كنحييو وزارة الصناعة والتجارة، وكنحييو التعليمات السديدة ديال جلالة الملك باش المغرب، بالإضافة إلى كونه يعني دولة كتهتم بالفلاحة، فيحدو إلى أن تكون دولة صناعية بامتياز تحت شعار صنع في المغرب ماد أموروكو. نمسح الجاج. واخا مرحبا مرحبا. اذا نمشيو نمسحو الجاج. الطاقم ديال المراقبه ديال الفيديو كيجي نمسحو الجاج. وهذا عطيني الماء. مزيان دابا صح من الداخل. ها فين كانت المشكله؟ ها هي شتيها. ها هي بعض المرات المشكل كيكون عحدا كنت كتمشي للور. ها هي المسيح خصك تشارك انا من الداخل. صح.
المشكل غادي غادي نعاودها لكم. هو راه كان علينا، كان علينا نمسح غير من الداخل وكنمسح من برا. بعض المرات المشكله الحل ديالها راه كيكون عندك، خرجت على الموضوع شويه واقيلا، الحل ديال المشكله ربما راه كيكون عندك غير حداك، وكتمشي تقلب عليه في جهه اخرى وهذا وهذا. سخفت. اذا كنحييو جميع ما يومين ما درنا الرياضه، كنحييو جميع المشاهدين فين ما كيتواجدوا داخل المغرب وخارج المغرب وكل المدن المغربيه. حنا دابا غادي نحاولوا نتجاوزوهم، ولكن الا تجاوزناهم ما غاديش يبانوا. هنا الشارع غادي يبدا يضيق، وملي الشارع غادي يبدا يضيق يعني غادي يولي البطء الاكثر من هذا في السير ديال هاد الشاحنات العملاقة الثلاثة اللي كتحمل سهاريج، هي في الطريق ديالها لميناء الدار البيضاء، اللي غادي يمشيو عبر باخرة كبرى. دابا لا مزيانة الصورة، مزيانة. لا واحد المراك دابا كيمشي من الفوق. ناسي عندك الحق. دابا مزيان. نبقاو معنا في هذا البث المباشر اللي كنقول لكم مباشره من مدينه، احنا غادي ندخلوا الان تراب مدينه الدار البيضاء، بحكم اننا تجاوزنا زناته، المدينه الجديده زناته التي تفصل المحمديه والدار البيضاء. كما قلت لكم الشارع غادي يبدا يضيق شويه، الطون ديالهم كنت قبيله في البث المباشر الثالث توقعت انه غادي يكون 80 طن ديال الحموله ديالهم، هذه غير توقعتها من خلال النظره ديالي. وملي مشيت سولت بالمباشر، مشيت سولت مسؤول معاهم قال لي بنفس هذاك الرقم 80 طن. بطبيعه الحال انا ما عنديش يعني خبره وتخصص في هذه، ولكن جات فقط بالصدفه. عدد العجلات حسبتهم كبيره، اكثر من تقريبا حوالي 80 عجله في كل شاحنه. الطول 27 متر ديال كل حاويه. العرض كيكون غيكون تقريبا شي 15 اولا 16، والارقام غير رسميه بطبيعه الحال. اما بالنسبه للطوناج تقريبا شي 80 طن. اذا بقاو معنا في هذا البث المباشر اللي كنقول لكم مباشره. هذا يوم تاريخي في الصناعه المغربيه، خاصة في النواحي ديال المحمدية الدار البيضاء، صهاريج عملاقة في الطريق إلى ميناء الدار البيضاء وبالتالي إلى المملكة العربية الشقيقة السعودية. كاين شي سؤال ديال المشاهدين، عطيني الكونترول. هاد الصهاريج ديال البتروكيماوية احنا ما عارفينش بالضبط بطبيعة الحال كيبقى سير الشركة كتصنع، كيعطيهم شنو اللي بغاو كيصنعوا لهم، ربما كيديروش معاهم التفاصيل. لاش كاين شركات كثيرة اللي كيستعملوا بحال هاد الصهاريج هادو. الناس اللي عندهم شي تخصصات في هذا المجال هذا ممكن يفيدونا بالتعليق، ولكن راه كيبقى ماشي غير رسمي. راه ما ساهلش هاد الصهاريج يتصاوبوا يعني هذا، كتشوفوا دابا غير النقل ديالهم، شوفوا شحال استغرق ديال الوقت، فما بالك الصناعه ديالهم والجوده ديالهم. بالنهار احنا قصربنا لهم وشفنا مدى الجوده والمتانه ديالهم،
وتدقيق فيه تدقيق في الصناعة، كل شيء مدقق. إذا بقوا معنا في هذا البث المباشر المواكب لهذه العملية هذه ديال النقل الصهاريج. وأعطي الميكروفون لشيماء. مشاهدينا كنعاود نقول لكم السلام عليكم، نتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير. فشفتوا معنا لي لايف ثلاثة اللي درنا اليوم على ود هذا الصهاريج، الناس جاب المشاهده بزاف لايف الاول، فالناس كيقولوا لينا واكبوا معنا واكبوا معنا فين غيوصلوا هاد الصهاريج، كيفاش غتتم العمليه ديال النقل ديالهم، خاصه ان الحجم ديالهم كبير، فالناس يعني باغيين يكتشفوا كيفاش غتتم لا ترونسبورطاسيون ديالهم. فكيف ما كتشوفوا مشاهدينا صهاريج اللي كبيره في الحجم ديالها، وهادشي كيبين على قوه الصناعه المغربيه والكفاءة ديالهم. اذا محمد كيكون قريب لشاطئ النحلة ويقرب ليه، حد شوية غنكون وحده. سوني كيقول كي داروا باش طلعوهم الشاحنة، وهذه الخدمة ديال الناس اللي مكلفين بالنقل. فطبعا راه ماشي غادي كاين رافعات كاين الات هذه من بين اسهل الاشياء، وهو انه يتم نقلهم عبر رافعه. كاين رافعات اللي كتحمل الاشياء اللي كتوصل حتى ل 160 طن، هادو تقريبا فيهم 80 طن الوحده. وشكرا على السؤال. محمد كيقول فحال هادو مشاو للوزازات من ميناء الناظور ودامت الرحله 4 شهور، مشاو لمشروع الطاقه الشمسيه. فعلا هادشي كيستغرق واحد الوقت، فكيف ما شفنا من الصباح كانوا حدا الرومبوا اللي اللايف اللي شفتو معانا، وحتى لدابا عاد وصلوا هنا قراب العين السبع، فكياخذ وقت كبير صراحه هادشي. تحيه للشوافريه اللي كيسوقوا هاد الشاحنات، عندهم واحد الصبر كبير صراحه. عبد الله التومي واه غيكون شي مبلغ كبير بطبيعه الحال. علاش كيسول؟ شحال يكون خسروا باش يجاوبوا؟ وهذا كيبقى بينهم وبين الشركه، نقدر نجاوبك في اي حاجه بشحال صوبوهم. هو سؤال مهم ولكن الارقام راه صعيبه شويه. ثلاثة. إذا كيف ما كتشوفوا مشاهدينا بعض الناس دابا راه اللي يلاه شافوا ما شافوش لي لايف اللي قبل، راه ثلاثة ديال الصهاريج بحال هادو بواحد الحجم اللي كبير بزاف قدامنا دابا، وغادي بواحد البطء شديد يعني حفاظا على السلامة ديال هاد الصهاريج. مهدي الصباح تاع السبت حيت تعطلت على خدمة مفهمش. صباح احنا قلنا في اللايف ملي كنا دايرين اللايف الاول ديالهم، قلنا الناس اللي شادين هاد الطريق من الاحسن ياخذوا طريق اخرى باش ما يطيحوش في هاد المشكله تحتي فيه. كنا كنتمناو انا كون شفتي اللايف الصباح كنتي غتاخذ طريق السيار ولا شي طريق اخرى، لانه بصراحه كاين شويه الوقت مازال ما وصلوا للمرصح. يلا دابا وصلوا من الصباح حتى دابا في شاطئ النحلة، حدا شاطئ النحلة. امين فين غادين هادو؟ غادين الميناء، من الميناء غيمشيو للسعودية ان شاء الله.
وي خويا زكريا كيمشيو غاب شويه باش راك عارف في تأني السلامات شي راه كبير تبارك الله وما يمكنش يمشيو بالزربه خاص يمشيو بشويه باش ما يتقلبش راك عارف. قالوا لك عندك تحرق معاهم رجع المحمديه باغينك. لا راه في السعوديه خاص يمشي واحد كيدير لايف تماك احنا غاديين. نشوفوا شي مراسل من السعوديه يوثق لينا ملي غيوصل. لا نشوفوا هاد القضيه. تحيه الاخ عادل عبد الرحيم. صافي غنرجعوا للمحمديه راه ما غاديينش نوصلوا حتى النهار الاربعاء. تحيه الاخت سكينه. تحيه بارك الله فيك. كتشوف دابا الله يحفظك. اذا نوضحوا لكم ان جميع المسؤولين في الشركه هذه تقريبا كياكدوا لنا دابا على انهم راه كيتابعوا المباشر ديالنا. المباشر ربما كيشوفوا حتى الناس اللي غيوصل لهم هادشي في العربيه السعوديه. وهذا المباشر ايضا فخر للمغاربه بالاضافه الى هاد الصناعات هذه اللي هي فخر للمغاربه. واش كضحك شدي هاك الميكروفون خلي جناس لك. حسين شكرا لك على الخبر. مرحبا مرحبا هذا واجب. لا الاخ محمد حنا غير كنقلوا الخبر ما غاديش معاهم طبعا. ابراهيم تحيه لك خويا خالد. جوهر هذا الصنع مغربي من شركة مغربية 100%. صنع في المغرب وهذا فخر للمغاربة وخاصنا نعتزوا بهذه الصناعات الضخمة اللي كيف ما كتشوفوا واللي غادية لدولة اللي هي ماشي سهلة السعودية. يعني كيف ما كنعرفوا السعودية قرب لها بزاف ديال الدول الأخرى اللي حتى هما فيهم الصناعة ولكن اختاروا المغرب بسبب الكفاءة بسبب اليد العاملة اللي عندها كفاءة. فاحنا كمغاربة خاصنا نكونوا فخورين بهاد الصناعة وبهاد المنتوج المغربي اللي غيمشي للمملكة السعودية. على ذكر صنع في المغرب غادي ناكد لكم اليوم انه جاتنا فكره غادي نديروا واحد البرنامج للاسم ديالو صنع في المغرب. اول حلقه انا نوعدكم اول حلقه غادي نشوفوها يوم الثلاثاء ان شاء الله. احنا عندنا سرعه التنفيذ سرعه طرح الفكره وسرعه التنفيذ. يوم الثلاثاء غتشوفوا واحد البرنامج اللي غادي نواكبوا فيه اي صناعه مغربيه 100% تحت شعار صنع في المغرب. واش كتشاطرون الراي ديروا لينا جيمات باش تشجعونا. ونوعدكم نهار الثلاث مع 6 العشيه غتشوفوا اول حلقه. تفضلي يا شيماء. ده مصطفى كيقول شيء جميل ان المغرب يصنع صهاريج من هذا الحجم مصدر الى دوله كبيره من السعوديه. جميل صحيح اخي سوني ديما مغرب. ابراهيم تحيه ليك. حسن تحيه للزملاء السائقين. فعلا تحيه للناس السائقين على الصبر ديالهم بصراحه غاديين بواحد السرعه قليله اقل من باش كيمشي بواحد اقل يعني لكن غاديين كنتمشاو غنسبقوهم وصعيب صعيب صعيب باش تمشي بشاحنه كبيره بهذه السرعه. وكنشكرهم على العمل ديالهم. شكرا الاخ محمد شكرا لك. تحيه للدرك الملكي. تحيه للدرك الملكي والامن على المجهودات ديالهم. محمد تحيه ليك. شحال باقي ديال الوقت للبور؟ صح دابا غدا وكتضيق هذا هو المشكل. تحيه الاخ عبد الرزاق. كيفاش مزيان هنا ما كاينش كابلاج. رشيد وي غادي دابا لا دابا غادي للميناء من الميناء غيمشيو للسعوديه.
مختار تحية ليك، تحية لخالد وياه يا هشام. سولنا مسؤول قلنا ليه شحال باقي ديال الوقت تقريبا، قال باقي الوقت باش يوصلوا للميناء. دابا فحال شي حد قول شي حد غادي يتمشى على رجليه حتى للميناء ياك. الطريق هذوك الضياق، الطريق هذوك الضياق وصعيب صعيب. المدارات كاين مدارات هنايا اللي كاينين مدارات، واصعب حاجه واقيلا كيمروا بها الشوافريه هي ملي كيوصلوا شي مداره. سعد خالد احسن صحفي في العالم، شكرا. وشيماء احنا ما عليناش الله. لا ما بغيتش عبد الله. الله مساعنا على كل المجهودات الجبارة. سومي شحال مازال يوم ميناء؟ مازال الطريق. سولنا دابا مسؤول ما عطاناش التوقيت بالضبط، ولكن راه باين مازال. شتو السرعة راه قليلة، فحال واحد غادي كتمشي على رجليه. هادشي باش يضمنوا السلامة ديال الوصول ديال هاد السهريش. عزيز السلام عليكم، تحياتي لكم، تحياتي لجميع المهنيين السائقين، تحية لجميع المهنيين. لي ما لا يعطيكم الصحه. ندوز منهم انت تكلمي وشد التليفون هكا فهمتي، باش غادي نسبقوهم نمشيو نديرو ليسانس. واخا هذاك صافي جات تكلم شاد انت راك صافي دحلتي صافي يلا نمشيو نديرو ليسانس. نسبقوهم باش نديرو ليسانس. اذا غنسبقو دابا السهريج، غتشوفوهم من الجنب. عندك تليفون دحلتي يلا باش نمشيو نديرو ليسانس. اذا كيف ما كتشوفوا هادو هما السهريج، هذا هو الحجم ديالهم، ما كيبانوش كاملين في التليفون لانه كبار بزاف. فغنحاول اذا الحجم ديالهم كبير ما شاء الله، كبير وكبير بزاف كيف ما كتشوف. دام بزاف ديال السيارات اللي مرافقه هاد السهريج، و الامن كيف ما كتشوفوا اللي كينظم العملية. تكون السائقين نقدر نطلع في هادي؟ لا انزل شوية لازم اجمع شي هزي الفرن. وصلت لعندك يا رب. لا تنقول قول علينا. السلام عليكم. اشنو اللي غادي اش قلتي؟ قلت لك من الصباح احنا متبعينكم في التليفون وانتم ما وصلتش حتى لعندنا العين السباح. شوف الدنيا شحال صغيره. صغيره. باش تعرف الدنيا صغيره شفت تصورتها بالسعوديه حداها دول كبيره بحال تركيا من اجل التصنيع هذا، ولكن خساره المغرب اللي هو بعيد. ولكن هذا كيدل على ان الجوده ديال الصناعه المغربيه. الصناعه المغربيه. يعني كي شفتي هاد السهريج هادو من خلال اللايف ديالك وهي عملاقه وغادي انت السعوديه هادشي راه ماشي ساهل. نعم. بالنسبه للدوله بحال المغرب كيبين لك بان راه حنا عندنا عندنا الانتاج محلو. يجدوا في النار من يجدوا في البحر. في البحر. نعم. وشكرا. شكرا بارك الله فيك. السلام عليكم. تفدي اودي. اذا اول موقفنا واحد السيد قال لك النهار كامل وحنا كنشوفوا فيك وانت تصور جيتي حدايا هنا في حدا بزناته. اذا كما قلت لكم الطريق بدات غدا وكالضياق
إذن مناظر جميلة بعدا كننقلوها لكم في هذه المناطق هذه اللي فيها عدد من المقاهي الجميلة في الطريق ديال زناتة. إذا بقاو معنا في هذا البث المباشر اللي كنقول لكم مباشرة من طريق زناتة في إطار المواكبة ديالنا لكل الأحداث الوطنية. سلام سلام. من الصباح حتى لهنا كيفاش يعني دازت الأمور؟ الحمد لله دازت الأمور على خير وبخير لحد الساعة. توفقنا باش اننا نوصلوا لحد الساعه لزناتة. لي مارشانديز كيف كتشوفوا راهم باقيين في دون لي ميور كونديسيون. وحتى بالنسبه او نيفو ديال الانفراستركتور اي او نيفو ديال لا روت زعما دوزنا لي شوز دازو. هذا الطريق كانت بالنسبه لكم لحد الان مزيانه؟ لحد الان لحد هذه النقطه هذه لحد هذه النقطه الامور غاديه مزيانه الحمد لله. نعم زعما توسكي بخو كاميرا راحنا غياليزينا لحد الساعة ونتمنوا نوصلوا لوبجيكتيف فيما تبقى إن شاء الله. اللي هو النقطة ديال الميناء. هي النقطة ديال الميناء إن شاء الله. ما ترتاحوا حتى توصلهم للميناء. بيان سور غادي ليكسبور دونك خاصنا نكونوا في الوقت ولا لوجيستيك سي لو ديلي هذا هو اللي دابا هاد السرعة هادي هي اللي كتبقى غادية بها باش نعكدوا المشاهدين. هادي هي السرعة باش غتبقى غادية بها هاد البضاعة هادي. ما يمكنش يتجاوزها باش حقاش لي كونفوا سبيسيال. باغمي لي شوز لي بليز امبورتون سي لا سيكوريتي. وباش تكون عندنا لا سيكوريتي سيرتو بوغ ديكولي فهاد الفوليوم وهاد لو بوا خاص واحد الفيتاس اللي كيكون قليل باش هكا يتوفق يبقى واخد ليكيليبغ ديالو ونوصلو في السلام ان شاء الله. داكو غتوضح لنا هناك لقاو موروكو. لا موروكو اذن نعم داكو صافي. اذن صناعه مغربيه 100% ماد ان موروكو صنعه في المغرب. اذن هانتوما كما كتشوفوا الحجم العملاق ديالهم. إذا هذا فخر للصناعة المغربية. صهاريج عملاقة وعملاقة جدا في الطريق ديالها إلى ميناء الدار البيضاء وبالتالي إلى دولة إحدى دول الخليج العربي وهي المملكة العربية السعودية. السعودية اختارت المغرب نظرا للجودة ديال الصناعة ديالو. وحنا ما كنبخسوش بطبيعة الحال من الصناعات الأخرى ولكن حنا في الطريق ديالنا أيضا باش نكونوا من الدول الصناعيه وما غاديش نقول بدل الفلاحيه لان المغرب معروف بالفلاحه ومزيان يكون المغرب دوله فلاحيه ودوله صناعيه ودوله سياحيه وكل شيء. اذا لحدود هذه النقطه هذه بدات الامور شويه الى حد ما غاديش نقول كتصعب وانما لكل مشكلة كتصادف هاد الناس هادو كيلقاو لها الحل وهما بطبيعة الحال دايرين دراسة لكل متر من الطريق من أناسي البرنوسي اللي انطلقت منه هاد الحاويات إلى حدود ميناء الدار البيضاء. إذا السرعة بطيئة جدا بغير باش نوضح لكم راه إلى الواحد مشى على رجلو ومشى غيتمخطر كاع نقدر نقول لكم أن على أن هاد الشاحنة هادي راه أقل من السير ديالك أنتايا وديالك أنتيا. يعني الشاحنات كيمشيو بواحد البطء بطء كبير نظرا للحمولة الثقيلة وللوزن ديال هاد 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 لي باك هادو تقريبا 80 طن كما قال لنا احد المسؤولين 80 طن ماشي سهلة كتحملهم تقريبا 80 عجلة اللي حسبنا قبيلة 80 عجلة او اكثر.
اذا كما قلت لكم الطريق السلام عليكم بخير صباح الخير. اذا كما قلت لكم الطريق بدات كضياق الطريق بدات كضياق ما يمكن السيارات يتجاوزوا الان السير فقط للشاحنات المحمله بهذه الصهاريج. لهذا كنعاودوا ننصحوا المواطنين اللي غاديين من الدار البيضاء المحمديه اولا من المحمديه للدار البيضاء انهم يتفادوا الطريق الساحليه. هناك ثلاثه ديال الطرق اولا اربعه طرق بديله وهي طريق السيار، طريق الوطنيه، طريق الوسطى ديال ديال المركز ديال عين حروده وبالتالي البرنوسي فالوصول الى الدار البيضاء. وهاد الشارع هذا كما كتشوفوا بالصوره راه تم الاصلاح ديالو. هذا الطريق طريق الشاطئيه تم الاصلاح ديالها. اذا بقاو معنا في هذا البث المباشر اللي كنقلوا لكم في هذا الحدث العام وهو صهاريج عملاقه يتم نقلها الى ميناء الدار البيضاء وفي الطريق ديالها العربية السعودية الشقيقة. إذن شوفوا الجودة صراحة والمتانة والإتقان ديال هاد الصهاريج. ربما تكون هذه المرحلة الأولى ثلاث صهاريج أو سبقتهم صهاريج أخرى ما عندناش معلومات أخرى أكثر، ولكن وعدكم أننا غادي نجيب لكم المعلومات الدقيقة حول هاد الصهاريج والمكان اللي غادي يوصلوا ليه بالضبط هاد الصهاريج بالمملكة العربية السعودية وشنو هي الوظيفة الأساسية ديالهم. هادشي كله غادي نعرفوه إن شاء الله مستقبلا، لأن الشعار ديال الجريدة ديالنا وهو الخبر بالمتابعة. إذا سير بطيء للشاحنات. إذا بقاو معنا في هذا البث المباشر اللي كنقول لكم مباشرة من الدار البيضاء. ما شاء الله صهاريج عملاقة. إذا المشاهدين بقى معنا في هذا البث المباشر اللي كنقول لكم مباشرة من الطريق الساحلية بين المحمدية والدار البيضاء. إذا كنحيوا رجال الأمن على المجهودات ديالهم وأيضا رجال الدرك الملكي أيضا. السلام عليكم. إذا كنشوف عدد كبير من المواطنين اللي كيقوموا بسيلفيات مع هاد الصهاريج
اللي هي فخر للصناعة المغربية. إذا نعاودو نصحو المواطنين أنهم يتفادوا الطريق الساحلية، الناس اللي غادي للدار البيضاء أو الناس ديال الدار البيضاء اللي غادي المحمدية، أنهم يمشيو من طريق السيار أو طرق أخرى بديلة، الطريق الوطنية أو الطريق ديال الشلالات. صافي نتشافو. إذن السير ببطء شديد جدا. حنا تقريبا دابا بعاد على هاد السهريج هذا تقريبا بشي اكثر من 20 متر، والكاميرا يعني كما كتشوفوا بالصوره داخله فيه باش عارفوا الحجم الضخم ديالهم. زيد حسن طلع حي، خلي الطوبيس يدور حالته. إذن ثلاثة ديال السهاريج عملاقة في طريقها إلى المملكة العربية السعودية، إلى الميناء أولا بطبيعة الحال. شيماء شديك هاكي كلي عبقات ولا إذا كيف ما كنشوفوا مشاهدين الشاحنة الثالثة حتى هي كتلتحق باقي الشاحنات كيف ما كتشوفوا شحال من رويدة ما شاء الله. تقريبا واحد 80 عجله اللي كاينه في مجموع ديال العجلات اللي كاينين في كاروين. اذا دائما الصناعه المغربيه اللي كنفتخروا بها نحنا كمغاربه كصحافة. الجميع خاصو يفتخر بهاد الصناعة الكبيرة والضخمة. الأخ سفيان قرب شاطئ النحلة، مازال طريق طويلة حتى الميناء، وما غادي نبط طبعا باش يحافظوا على السلامة ديال هاد السهاريج.
إذا تحية الأمن حتى هو اللي مواكب هذه العملية ديال النقل ديال هاد السهاريج، تحية ليهم. شيخ عبد الله، لا قديتي دير غير ربع ديال هادشي، نعطيك التحيه الصراحه. ما خصناش نستهنوا بهاد الصناعه الكبيره، بالعكس خصنا نشجعوا البلاد ديالنا والشركه ديال البلاد ديالنا باش دائما تعطينا احسن فاحسن. تحيه الاخ سفيان. إذا مشاهدينا كيف ما كتشوفوا الحجم ديال هاد السهريج كبير بزاف، كنظن في الكاميرا مغيباش لكم الحجم ديالو، ولكن إلا كنتو في أرض الواقع راه كبير كبير لواحد الدرجة ما يتخيلهاش العقل. يعني دائما كنقولوا كيفاش الناس تبارك الله اليد العاملة المغربية صنعت هاد السهريج وبهاد الضخم وبهاد الدقة وبهاد الجودة الكبيرة. ف مشاهدينا كنشكركم على حسن المتابعه طيله هذه المده. غنقطعوا اللايف في انتظار لايف اخر الى كان شي جديد. ما تنساوش دعمونا بليزابوني واللايك ديالكم، فشكرا والى اللقاء.